تبكى صغاريكم وتبكي على تيكم. سيرجيو ليزر ديونا احنا سيرجيو ليزر ديالنا. الدوره المغربيه هذا طيارات يعني ما خرجش جا في النزوح الجماعي اللي تميز به الشعب الصحراوي عن غيره. بات لماذا مشاي وما كانت مع فصل الكرة ديالها في هذا الباب؟ الشعب الصحراوي في مواجهة المستعمر المغربي. عنوان اعتبروا هذا الكلام سبا وإهانة في الشعب المغربي. ما خلاو شي معدل كابسول كابسول حياة كبارات وانا كل الناس راهم كابسول. سيدنا مع الايمون سيدنا العام خاصني سيدنا موراهم. قال عنه مات بالخطأ عادي أو سروال ومرمت التراب كامل. هذا السروال اللي نكتب بيه رحمة الله عليه. يا زرقة تسعد لولاك بريطانيا تدعو لوضع حد للعنف في الصحراء الغربية المتنازع عليها بعد هجوم يوم الاثنين الذي قامت به قوات الأمن المغربية على مخيم للاجئين. وجاءت هذه الدعوة عبر مكتب وزير الخارجية في المملكة المتحدة أليستر بيرت الذي يقوم بزيارة إلى العاصمة الجزائرية قائلا: بسبب الأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة طلبت المملكة المتحدة من ممثليها في المنطقة مراقبة الوضع عن كثب، ونحن ندعو جميع الأطراف إلى بذل كل ما في وسعهم لضمان عدم حدوث مزيد من العنف. سعيد دنبر اختيرا برصد الحي بدأ قاتل جندي مغربي. لماذا هذا الشرطي المغربي قتل سعيد دنبر؟ إذا كان سعيد دنبر تم إطلاق الرصاص عليه بالخطأ ستطلق عليه رصاصتين؟ ما هي ظروف وملابسات مقتله؟ واش أخطأ؟ واش داك الشيء كيروح كتكلم دمه؟ واش الظروف؟ ما كيهمش. تاريخ القتل العمد والإعدامات والاغتيال السياسي ليس جديدا على السياسة العقابية الممنهجة من قبل الاحتلال المغربي، بل هي سمة ثابتة وسمت بها هذه السياسة تاريخيا. وقتلهم اللي عمدا هم 300 عمدا. الصحراويين لما عطاهم مولانا حماية في الوقت اللي هو بالنسبة للصحراويين اللي يسكنوا في المناطق المحتلة حياتهم في الخطر.
يعني أين ومتى وبأي مكان وكم من رصاصة تم أطلقت على سعيد دنبر؟ السؤال الثاني، إذا كان قتله بالخطأ سيحكم على هذا الشرطي ب15 سنة؟ وهل بالفعل سعيد دنبر توفي مباشرة بعد إطلاق الرصاص عليه؟ مقتول شهيد، قاتلوا ذاك الناس، كيف أنا مليك تتمنيك تتمنين للشهيد؟ اليوم مفروض علينا عنا نوحد روسنا ونتبارك مع روسنا، لأن القضية قضية وجود مثل سياق عام ومعلوم يتمثل في مشروع استعماري يروم الاغتيال الجماعي لكرامة الصحراويين واجتذاذهم في الأصل. إذا كان قتله بالخطأ لماذا لم يقدم تشريح طبي موضوعي حقيقي واضح لا لبس فيه لكي يتم دفن هذا الشهيد؟ وهذا ما يخص أي شيء، إحنا شعب صحراوي يعني ينقاتلوا من أجل هذا السن كتران. يا فرحة البكرية وما كانش يومك، ليه متي ليه بتفرفري من بين ايدي؟ ورجعنا تاني يا دنيا نمضغ همومك. اه يا احنا يا مأتي. مجموعة من السراريك عصابات يخرصوا مصالحهم الخاصة واتفقوا علينا احنا من اجل يكانهم يقبضوا ويقلعوا منا ذلي عندنا في بطن الصحراء ويقضوا على شين قالوا شعب الصحراء. وهذا هو هذه هي الحقيقة ديال الاتفاقية الثلاثية، وهذه الاتفاقية الثلاثية مازالت لحد الساعة الخطط ديالها من أجل القضاء على شعب الصحراء مازالت ماشية لحد الساعة. إذا كان زلزالا قويا قد حطم أركان أنظمة وهيئ لمستقبل ترتسم معالمه يوما بعد يوم وفق إرادة من ظلموا وشردوا في أوطانهم لعقود طويلة، إذا كانت هذه الحقيقة ولا شيء سواها قد أصبحت واقعا مفروضا بقوة الإرادة الشعبية، فإن بواعث هذه الحقيقة بدأت من هنا من هذه الأرض التي تعرف وفق التقويم الدولي بالصحراء الغربية. من هنا اشتعلت تلك الشرارة التي ظلت ترتوي ل37 عاما من جحيم الاحتلال. ورغم أن هذا الشعب بنظر من اغتصبوا أرضه شعب رعاة حفاة، إلا أن قدراته أذهلت العالم في الحرب كما هو في السلم. قبل عامين خرجت من قلب هذا السجن الكبير ثورة مدنية سلمية نزح عبرها كل الصحراويين إلى ما اسموه قديميزيك. كان لذلك القدم موطئا في خارطة الشرق الأوسط الكبير كما كان له وقع على عرش الرباط ولا يزال. كان لهيب ذلك الاختراق العسكري الذي تشهده محافظة الصحراء الغربية في قلب مجلس الأمن، فانهارت معه أطروحة الحكم الذاتي إلى مزبلة التدليس السياسي. إذا كان قديميزيك امتداد لمخيم حي الزملة من العام 1970، ورغم أن المغرب اختبر ما لديه من أدوات التنكيل بالمسلمين، إلا أنه لم يستطع بما لديه طمس هذه الحقيقة. ورغم أن المغرب الجديد تفنن في نهب ثروة الأرض وتشريد الشعب وتفاصيل معقدة من الجرائم، عمرها يعادل عمري وجراحها يدنى لها القلب ويندى لها من الصخر ألف جبين وجبين.
اليوم إذا كان العالم كله يقر بذلك، فإنه بات لدينا يقينا أن نقول بأن الوضع يقع بين التطهير العرقي، لكنه ليس أكثر من الإبادة الجماعية. فأهلا بكم إلى جراح تنزف وأخرى تطيب، أهلا بكم إلى جرائم ترتكب وأخرى في الطريق، أهلا بكم إلى المصير المجهول. إذا هادو لوس بيلارز دي لوس ديماس ديريتشوس إلا عادو ماهم كاينين، منين تليت لي تجبر أنت أي حق؟ فين هو ذا الحق اللي يتلود له؟ وهما لوس بيلارز ديال ولا لا مادري دي طول لوس ديريتشوس سو لوس ديريتشوس إي ليبرتاديس بيرسوناليس، وهادو ماهم خارجين. عندما كان التاريخ المعاصر يصنع على ضفتي العالم المتقدم، كانت الصحراء الغربية تباع في صمت مطبق لطرف ثالث، جعل من إمارة المؤمنين حصانة الروادة في احتلاله. غزا هذا النظام الحناجر فقطع أوتارها، ولم يسمح إلا لنعيق الغربان أن يسود حول الأشلاء، فيما كانت النياشين تتلألأ على من تملأهم هواجس التتار وتعتريهم أحلام المغول. بدت تطوف في عيون أصغر شعوب العرب وأقلها حيلة بعد الله كثير من الأوجاع. يوم كانت الجراح تتعمق حمل كل همه وهم الوطن. من هنا بدأت صناعة ذلك التاريخ الذي نشأ من شلالات الدم. وأمام هذا البحر الذي لم يستطع تخفيف وطأة ما جرى في البعيد قبل القريب، كان هذا الشاب المسمى لحسن التامك يحمل معه مشروعين متلازمين: رغبة في علم الرباط، وعينان تسعيان لاستقلال منشود في العيون. هذا الشاب الذي اختفى فجأة من عاصمة إمارة المؤمنين كان قد صفي، وبعد 37 عاما من اختفائه كمجهول مصير، تكشف الهيئة المغربية للإنصاف والمصالحة بما لا يدع مجالا للشك بأن الشاب الصحراوي قتل بدم بارد. فتشنا وفتشنا فيما وجدناه نعرضه لأول مرة على شاشة تلفزية بمنطوق النص، الذي يفيد بأن الحسن التامك من مواليد آسا قد اعتقل بالرباط في شهر ماي من العام 1977، ومن ثم لا يعلم تفاصيل اغتياله إلا الله. يكون بذلك الحسن أحد أول ضحايا الجريمة السياسية، وبالرغم من أن الدولة المغربية ذاتها لا تزال تصدر وثائق ثبوتية تفيد بأن التامك لا زال على قيد الحياة، فإن الوثيقة الرسمية المغربية هاته الصادرة بإحدى دوائر ومقاطعات آسا تكشف عمق التناقض المغربي. فهذه التفاصيل نخلص معها إلى أن المخزن المغربي يخفي حقائق مرعبة في كل حين. فيما اعترف المغرب ذاته بأن ذلك حدث سنوات الجمر والرصاص، والعهد الجديد قد قطع عن السلوك القديم، لكن الوضع اليوم بمحافظات الصحراء الغربية لم يتغير على كل حال. اللهم بعض المكياج عند كل مفترق سياسي ضاغط. هي نفسها المتابعات، وهي نفسها الأدوات القديمة تستعمل اليوم
مع قليل من الذكاء في التوظيف في الزمان والمكان. مدن محاصرة بالعسكر تماما كما هو الحال العام 75، ورغم أن الرقعة الجغرافية قد اتسعت بالجحافل البشرية مشكلين في جنود أو كتائب مدنية، فتوسعت معها المستوطنات إلى أن أصبح الصحراويون أقلية. هذه الصور من الداخل المحتلة من قلب الشارع العام تثبت صحة ذلك. لقد غدا الصحراويون على رؤوس الأصابع في كل مكان. ليس هذا فقط ما حدث، لقد وظف الاحتلال طاقاته المتجددة لتغيير معالم الصحراء الغربية، فملك مستوطنيه وكبار جنرالاته العسكريين ضيعات في البر والبحر. هذه الشباك على خليج الداخلة دليل صادم بأن البحر لم يعد ملكا لأهل البلد. لا أحد يجرؤ الآن من الصحراويين على الاقتراب من إقطاعيات النظام الفيودالي. ميناء الداخلة يشهد بالصوت والصورة كيف تنهب الثروة ولا أحد ينبس بانتشفة. هذه الأطنان من الأسماك الغالية الجودة بأزيد من 700 نوع لم يبقى منها اليوم إلا أقل من 100 نوع، بما يندر بكارثة بحرية مقبلة وانهيار تام للاقتصاد البحري في المستقبل المنظور. فهذا الجيش العرمرم من المستوطنين يتفاخرون كما توضح الصورة بنهبهم للثروة السمكية، وهذا أيضا دليل مادي على أن كل شيء يرحل على هذه المقطورات إلا الاستيطان، فإنه في تزايد. احكيلي عن بلدي، احكيلي عن بلدي، احكيلي. ذا اللي عندنا في بطن دي الصحراء، وما جايبهم أنهم بيهم عزة الصحراويين، وما جايين من أجل ذا اللي في الصحراء، ذا اللي فيها كيف الفوسفاتو، كيف البترول، كيف الأورانيوم، كيف الذهب، كيف الحوت، كيف الحديد، كيف جميع المعادن اللي اصلا فات انجبرت ومعروف بلدها. وهذا هو اللي مبارك معه. احنا صحراويين فرضنا ولا عايشين فيها، يعني خاصه نموت وقاع انتم عايشين في العيش. المغرب كما قلت لك سابقا، المغرب يعني ما معيش. المغرب يجيب اهله من الداخل يخدموا هنا، ويخلي فرد من الصحراء هون ضايع. بلادنا ما مخدامين، شنو متكرفسي؟ يمرق واحد لي يجيب شي، يتلقى له واحد منين نمشو نشكو، يقول شي تبون الدولة، تقول له انتوما تعدي. طبيعة الحال عن المستوطنين هما اللي شكلوا الأغلبية، لأنهم هما المستوطنين شي يعني دولة مغربية متعمدة عنها عدو مستوطنين أكثر من الصحراويين، لأنه ضريك عند منين تخلق مظاهرات ولا يخلق شيء دائما المستوطنين معاونين المخزن المغربي دائما، وهم المسيطرين على الإدارات ومؤسسات، بينما الصحراويين كيف قلت لك عنهم يعيشوا ساكن فقر وتهميش وإقصاء وزيادة على أنه هذا كان سبب اغتصاب أرضهم كي قلت لك 75. ذلهم يعني نحن فيه من عند المغرب أن نحصلوا عليه. الشيخ صالحنا هو شنو؟ ما هو خارج. احنا ولادنا ديون عادوا يشطبوا كبة المغاربة، ذاك اللي يوكلوا ويزرقوا عاد ولادنا احنا اليوم يشطبوا.
عادوا أولادنا اليوم يخدموا في ديار المغاربة، عادوا أولادنا اليوم يخدموا في شواريك المغاربة، عادوا أولادنا اليوم عبيد المغاربة. يعني أن الأمور واضحة، ما عند أهل الصحراء أي مستقبل. تحكم السلطات من أي شيء، تعطي ما تشاء وتنزع ما تشاء، في الوقت اللي تبغي تعطي مثل يعني مقايضة للحد اللي يعدلها مصلحة، هذا تقدر تدعم وتقدر تسمح له ياسر من الأمور. مثلا أنا أعطيك مثال، الناس تهريب المخدرات وتمرير المخدرات إلى الجنوب مثلا إلى موريتان وغيره من أفريقيا، هذو الناس ما يسوون يعني تهريب المخدرات إلى الجزائر، المخدرات إلى موريتانيا وربما تحت تهريب البشر، يعني هذا كامل مباح في ظل هذه الأحداث، هذا النضال اللي تقوم به الشعوب سواء كان شعب صحراوي ولا شعب إغريقي. ولكن بشرط، ما هو الشرط؟ على أنك ما تدخل السياسة، أي مناضل من التناضل يدخل المجال النضال إذا كانت عنده يعني كرطية والله وظيفة والله شيء، لابد يوعى القلب وينقلع منه من أجل أن تمارس عليه ضغوط. كثير من المناضلين اليوم ضحايا تعبيرهم عن رأيهم، مثلا قديم الزين، وقفة قديم الزين اللي مستمرة من تاريخ قديم الزين إلى الآن، الأغلبية تعرضت لهذا الانتهاك، إما المحاصرة، إما المتابعة، إما المضايقة، إما قطع الأرزاق، إما 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 لقد بات واضحا أن الخريطة الديموغرافية قد تغيرت بالكامل في أقل من عقدين، وأصبح الصحراويون عملة نادرة في الإقليم. لقد تسيد المستوطنون وأصبح أهل الأرض أسفل الهرم. هكذا لعب الاستيطان أدوارا خطيرة في تغيير ملامح الصحراء الغربية جملة وتفصيلا. لقد ملك المغرب جحافل جنوده المدنيين والعسكريين المؤسسات، فترك لحفنة من الصحراويين لعب دور الأراغوز في مهزلة الانتخابات. هذا الشارع المعروف بوكراع دليل دامغ على أنه وقف حصري للاستيطان. متاجرهم ولغتهم وثقافتهم الشفهية واللا شفهية مجسدة هنا بأدق التفاصيل، وكأنك في إحدى شوارع الرباط القديمة. فيما لم يتعدى دور الصحراويين في المشهد العام سوى حامل وظيفي للفولكلور، مع إفراغ تام للمحتوى المعرفي للهوية الصحراوية بما فيها من قيم البسالة والشهامة والشموخ. هذه الصور من التلفزيون الرسمي المغربي دليل حقيقة كيف يعيش شعب الصحراء تحت الاحتلال. المغرب يقول على أنه العيون آمنة وعلى أنها صحراويين وحدويين، وعلى أنه شوارع العيون هادئة وتنعم بالاستقرار، وأنه لا وجود لانفصال، يعني يعتبره انفصال. ما قولك في هذا؟ المغرب دائما يقول أن هناك يعني ازدهار في الصحراء، وهناك شوارع مليئة بالناس، وهناك يعني نشاطات. المغرب كما قلت لك دائما في العيون هناك مظاهرات تطالب بالاستقلال دائما، يعني خروج من المدرسة، خروج من المدارس، يعني هناك دائما مظاهرات تطالب بالاستغلال، تطالب بصيومية، تطالب بالاستغلال في كل شوارع المدينة في الصحراء الغربية، تطالب بالاستغلال تام.
الطالب الاستغلال التام، يعني لا تطالب بشيء سوء الاستغلال. يعني هل مطالبكم فقط الخبز والعيش أم مطالبكم تتجاوز المطالب الاجتماعية؟ مطالبنا كما قلت لك المطلب الوحيد هو الاستغلال التام. منذ 37 عام وهذا هو حال الإقليم المحتل، مطاردة في كل مكان ودروس متقدمة في النضال تقابلها أساليب بشعة من التنكيل والحصار، فلماذا إذن لا يحترم المغرب حقوق الصحراويين؟ 99 تقال بأنه تخص أن ترفع جميع المصايات والتي تسموه الحصار حصارات. إذا كان مستشار النظام هذا يجتهد كثيرا في مسرحة مفهوم الحصار فإنه يفقه خباياه على مستوى الممارسة. هذه السادية التي يرتكبها المخزن في شارع مزوار في العيون من العام 2012 دليل على زيف الادعاء الرسمي بأن المغرب يحترم حقوق الصحراويين وأنهم في جنة الفردوس. هذه هي أوجه تينها ورمانها بحسب رأي الرباط، فكيف إذن تسلل الشياطين ليفسدوا حال الشعب الآمن في إمارة المؤمنين؟ مئات الأدلة تحتوي على مشاهد مرعبة تطيح عند أول نزال برأس الرباط في مجال حقوق الإنسان. هذا هو حال نظام لا يطيب له إلا سفك الدماء، فذلك مرتبط بسر وجوده وبقائه. ولكن حين المخلوق بشر لا مش معقول لكم موت عشان أصدر واحد صحي وخاف منه هنا ومصدرش بلدي. لا مش هخاف من الموت وأفضح بلدي. لا لا كل سؤال لا التاريخ بيقول لا كل سؤال لا التاريخ بيقول بالأدبية احنا سندت الدنيا وبالحداثة احنا خير أمة وخرجت الناس احنا البلد الوحيدة. إبراهيم الخليل بيقول لا، موسى الكليم بيقول لا، يوسف الصديق بيقول لا، عيسى عليه السلام بيقول لا لا. مهما طال الزمن بعد سنة بعد 15 بعد 1000 سنة مهما طال الزمن لازم هتنتصر. التاريخ بيقول كده التاريخ بيقول كده بيقول لا. ما هي الفضائع التي مورست عليكم وأنتم حينها يعني خرجتم حينها من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب؟ يعني ما كيف عاملكم السجان؟ في رأيي الشخصي أن ما عشناه نحن كشباب خاصة كربما أطفال ذاك الوقت هو شيء يستشعر به ويحس وليس شيء يحكى. يعني هي فضاعات أكيد نحن لا نختلف على أنها فضاعات، لكنها كانت فضاعات عصية على السرب. يعني الكل الآن يعلم كيف المغرب والجلاد العربي عموما والمغرب خاصة يستطيع أن ينتزع اعترافات من أيما ضحية ومن أيما مسجون. قالوا لنا من يمسين اللوجة قالوا لنا هون ليه تموت ولكن رأيكم ما يتموت ولين تعذبوا هندروا فلوسكم. تصور معي ان احنا شباب انا ذاك اللي 15 عام واللي اخوي اصغر من عنده 15 عام معي ثاني معي 15 عام انا هو الكبير عندي تقريبا 18 عام وثلاث اشهر. تجي مجموعه عسكريه كامله الضباط وكل شيء يقولوا له انتم راكم تموتوا هم اللي تندفنوا هون ولا كمان كل تموتوا انتم تعذبوا. داوني دخلوني قاعه كبيره فيها وعليها لا طاولة وفيها كرسيين وفيها
واحد يطيح صمتة يعني صمتة من صمتة كي يقولهم مواويش البقر والله ما مهم. منين جوني سبعة يحقوا معي ذاك اللي يطرح لك السؤال انت ما فتجاوبته واحدين ثاني شي يطرشك وشي يصفطك وشي يربخك وشي ما تعرف قاع وشي يغمس راسك باش ما ترفد راسك في ذاك اللي دار البحث وفما منين سميت انا عني الرد عليهم عن ذا الشي ما عنده به علاقه وعن ذا الشي تهم عنا احنا الصحراويين مستهدفين وعنكم مخدمين عنا انتم متهمين دائما عنصر الصحراوي يعني هم يقولوا كي يدرك يقولوا لك هما عنا نحنا ذاك نحنا الصحراء شادينها وذاك الشيء اللي بغيناك هو اللي ليكم بغيت والله كرهت. هذا الاستنطاق وهذا كامل ما هم اللي مركز حتى على انه كان في اطار كسب معلومات والله الحصول على معلومات والله انجاز محاضر والله كذا الى اخره. لا هو كان انطلاقا من كراهيه والهدف منه هو يعني ايصال الضحيه الى حافه الموت. هذا كامل ما فصلهم هم معنا من 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 ناحيه ما سولاهم من ناحيه ودارونا مولي دارونا علقونا في هيكل قالها طيارة هي لك يا حمار فوت مدة ندا عنها نص ساعة النوبة الأولى وجاو فتحوا عني المنوطات كانوا على يدي وكرعية معلق بهم وقالوا لي ليه تقول ذاك الشيء اللي بغيناك نحن تقول والله لي ترجع لها ما بغيت أنا وردوني لهم مولي فوت فيها ساعة النوبة الثانية يعني قلت عنها رساغيها وقلت عنها منقطعوا ومن ثم شافوني ما تموا المهم تموا يبطوني مهم لين غيبت النوبة الأولى وعيت عليهم من بعد الله يخو على راسي الماء ومنين وعيت ردوني فوت شوي مع أصحابي وعقبوا قالوا جيبوه لأني أنا ما قلت لهم ذاك اللي باغين هما ردوني مولي وداروا لي قلبوا كرسي كي لاكي كراسها والمعلمين اللي كانوا قرب المدارس قلبوا كرسي ودخلوا فيه كرعية وقعد عليه واحد وتم الثانيين ينطروا عليه اللابد بابيس قدم يضريك هو من شهر 6/2008 لحد الآن قدم يضريك مازال ما قرط ضريك ما قدم شي بيه في حفيان ولا قدم وفوت نتيجة ذاك التعذيب ويخو علينا جفي ويخو الجفاف اللي كان هما اللي مزروق قدام ما راح يضى يديروا على وجهنا ويخطبوا على وجهك خاصك ما تقلعوا والله يلعقوا على وجهك خاصك ما تقلعوا على وجهك يعني شي نقول لك هذا لا شيء قليل من ذا اللي عدلنا وشي قليل من ذي المعاناة اللي عانيناها نحن في فترة التعذيب عندهم. ما خارج بيت ولا خارج دار ما عانت من الاختطاف والاغتيال ومن جميع النسخ والخبث اللي متبارك من أهل المخابرات المغربية. هذا هو حالنا اللي نعيشه. إذا كان الصحراويون هنا يشهدون بتدني مستوى عيشهم وبغبن متواصل يطالهم في كل جانب، وإذا كانوا مرغمين على العيش وفق إرادة المخزن بالقوة أو التدليس، فإن ذلك كله لا يبرر بأي حال من الأحوال عسكرة المدينة. هاته الكتائب العسكرية تنتشر في كل شارع، ومع كثير من الشوفينية والعنصرية يسعى المغرب إلى كسر نخوة الصحراويين وثورتهم، لكن رغبة متأصلة لا تكسر. تقول بأنه تخص أن ترفع جميع الوصايات والتي تسموه الحصارات.
هذا الاستعراض للعضلات للجنود المغاربة لم يكن ليوجه لنصرة الأقصى في فلسطين، أفليسوا أسودا علينا وأرانب عليهم؟ دعاية فرقعات وتجميل صورة وجه النظام المغربي في الخارج هي درك العالم كامل على أنها مجرد خرافات ومجرد على نوع من المكياج صح التعبير. إذا كانت هذه اللقطة المتصلة للضباط بزي مدني تعيد إلى الأذهان ملفات الاختطاف الذي نهجه المغرب تحت جنح الظلام، فربما هذا ما قد يفسر حجم الإرباك الذي تخلفه الضربات والثورات المتتالية في كل مكان. إذا كان عميد الشرطة هذا يصلي على الطريقة الإسلامية، فإنه بعد صلاته هاته يمارس طقوس الاضطهاد وتعذيب. لم تزل العيون منذ العام 75 مسرحا لربع مليون جندي وضابط استخبارات يجربون على هذه الأرض آخر ما توصلت إليه تقنيات الدمار الشامل في مجال حقوق الإنسان. كل مداخل هذه المدينة مرصودة، وبنظرة سريعة لعتباتها تتكشف هذه اللواقط الهوائية العملاقة على أطراف وادي الساقية الحمراء، وكلها تحت خدمة الاستخبارات والعسكر. فكيف لمدينة لا تتجاوز تعداد سكانها 250 ألفا أن تطوق بالكامل بعشرات من أجهزة التجسس إلا إذا كان هنالك أمور تطبخ في الكواليس؟ خطفت من السلطات المغربية يوم 25 في شهر 12 2005، وجينا للسلطات المغربية اللي هو الوالي الدريسي، طرحوا لي السلطان قالوا نحن تركتنا مكان خرص منين خرصهم، قال لهم انتم قاعد تركتكم ما سرقتوا لهم الاخبار الى ذي الساعه، انا في راسي غد ليه سرق لهم الاخبار غد ليه، يعني عنه هذا الوالي السابق الدريسي كيفاش اللي هو في راسه التركه عنه انهار اللي عاقب انهار ماشي هو جايب لهم الاخبار، كيفاش جايب لهم الاخبار؟ يعني هنا اكتشفتوا بانه فعلا السلطات لها علم باختفاء ابناكم او انها متورطه فعلا في اختفائهم. الله، اذا عقب ذاك يعني انتم حاولتوا تتجهوا للسلطه، مش قالت لكم السلطه الى يومنا هذا؟ السلطه منين طرحنا عليها ذي الاخبار قاو جيناهم قسنا الرباط ما خلينا بليده تسمى للسلطات المغربيه في بلد حتى الأقصر التوارب اللي في الرباط دخلناه، وبقبضون حناتي العليات حناتي أربعة بحثونا من التسعة إلى الخمسة كلها تبحثوا حد هذو الناس اللي قال لك عنهم بغاو يستعرفونا بالتركة، والله نكروا عنهم ما هم عندهم ما اللي يراوا كذب علي. إذا كان المغرب لا يملك الشجاعة الأدبية الكافية ليؤكد أو لينفي تورطه في اختطاف 15 شابا منذ العام 2005 من بينهم أطفال رغم مسؤوليته الجنائية الكاملة وفق مقتضيات القانون الدولي وعن السلامة البدنية والنفسية لشعب يقع تحت إدارته إلى حين تقرير المصير،
فإن النظام المغربي لا زال يوظف تقنية الاختطاف ضد النشطاء السياسيين الصحراويين. السيدة القارحي ودوتة السلامي اختطفا قبل 4 سنوات بالشارع العام، ولا تزال عائلتها تبحث ليل نهار عن هاته المرأة المختطفة، وهي حينها في شهورها الأخيرة من الحمل. مشات من عند نيوم جمعة السادسة عشية بيسا مو الدروس ولا لحقته، كانت تتمارس نشاطات سياسية فرق قول عن الدولة المغربية بسبب اختطافها. ممارسة الملف السياسي كانوا كافي يعني ان نتهم المغرب لانه متورط في اعتقالها؟ شيء اكيد. كيف مثلا؟ اللي ما تخلق وقته ما عاد فيها، ما يطلس معتقل سياسي ما زارته، ما تخلق اي نشاط سياسي يتعلق بالصحراء ما عاد هي فيه. ده هو اللي اكد لنا عن الدوله المغربيه مسبب في اختطافها. منين قسنا السلطات المغربيه قالت لنا عنها ما خارج، عاد بدات قسنا والي الامن مشى معنا جيد القارحي ونافع العروسي القارحي، قاسوا دخلوا على والينا من الكبير قالوا عليك السيده خارج يا غار قبضت المخابرات السياسيه اللي احنا ما عندنا علاقه بالمخابرات. من قلنا عندنا يعد الوقفه كان نسبوا في ظهورها، قال لنا عنها قاع ما يخارق ذيك السيد، انكر هو قاع انه قال لنا ذاك النوع من الكلام. عقب اختطافها بثلاث ايام جاو السلطات المغربيه اللي لبشوا دارها ما خلاو نوع ما تسنبش مع تلو فوتاين لبشوا بطاقه فارغ دير يجباو فيه ثلاجه يجباو فيه، شنو يعملوا علاقه لها؟ سولونا عند واحد هي تستعمل نوع من الضرب اللي قال الطبيب مده حياتها عنه ما تستغنى عنه. إذا كانت هذه التفاصيل ترجح الرأي القائل بأن المنطقة تحت حكم حرب غير معلنة ضد الصحراويين، شاب آخر اختطف من الداخلة المحتلة أثناء الأحداث التي شهدتها المدينة ولا أثر له بعد عين. اختفاء شقيقي في الداخلة مشى من عندنا اللي يخطب كتب الله، جات ذيك الأحداث تالي يوم 27 شهر 9 من فم انقطعت أخبار وما لنا سمعنا عنوش، ومنين فوتنا سيمانة والله ثنتين ما تلفنا لا حد ولا جانا من عنده اتصال، مشاو المعايلي سولوا عنه قاسوا رجلي اللي فم ما جبروا، لكن اللي يقولوا عنه ما شافوا وذكر لهم حد عنه نازل وطيل ميجيك، جاوا المعالي الوطيل جبروا البيت اللي كان فيه في مسائله في لباسه في باليزته في كرمته بصبوره خصيكوا باش يخدم السائل كامل مطروح. إذن عند الطفل حالة اختطاف عنه بعد لام مخطوف، ذا اللي مشي به لا الباس اللي عليه اللي يابس، طالبوا السلطات المغربية به إلى عاد حي يجيبوه، إلى عاد ميت بقينا رفاته ندفنوه ونعرفوا منين احنا، راك لا خاصهم هما ينتروه هو عندهم لا كاتلينو عندهم ويعطونا رفات وندفنوه والله مولي حي ونتروح ولا عندك. هذه الشوارع التي وصفها التلفزيون بأنها هادئة وجنة المغرب في الشمال الأفريقي فإنها تخفي كثيرا من الأسى والاحتقان، مثلما تماما عرفت أحداثا دموية كان أبطالها ميليشيات
دمرت ممتلكات الصحراويين وأزهقت أرواحهم بالداخلة. تلك العروس التي فتش المغرب حينها عن مسمار جحا في محاولة يائسة منه لتوجيه عقارب المنتظم الدولي عن جرائم الإبادة التي ترتكب في صمت. فتش وفتش فرمى بنشطاء سياسيين صحراويين إلى سجونه، يقابلهم زمرة من المستوطنين، وكأن المسألة صراع مدني لا عسكري. دخل هؤلاء الشباب مطلع ربيع العام 2012 إضرابا عن الطعام، تعقبه مباشرة رسالة دولية من مجلس الشيوخ الأمريكي يسحب الدعم العسكري للمغرب المتمثل في 2.5 مليون دولار كانت توجه لصدور الصحراويين سلاحا وقمعا وتقتيلا. لكن ذلك لم يكن إلا ليزيد من عزائم الرجال، لم يستطع معها المغرب وأدواته الإعلامية كلها وبدون استثناء أن يؤثر في قناعة الناس. لقد سقطت بذلك كل دعاية مغربية تطبل بالانفتاح والعهد الجديد الذي لم يسمح لصحافته أن تتحدث عما يجري في أقاليم الصحراء الغربية، وكأن المنطقة فعلا ساحة حرب. اتصلنا نحن بعدد من الجرائد المغربية بالعيون المحتلة، ولا أحد منها يريد الحديث إلينا. فهذه الصور التقطناها من عقر دار الإعلام المغربي بالعيون، وتدلل على أنها جرائد صورية لا أقل ولا أكثر. عدنا نحن انطلاقا من واجب الاستقصاء المهني، عدنا إلى الإصدارات الصحفية فلم نجد لديها ما يتحدث عما يجري بالعيون، لكن المقالات كلها تطبيل وتزمير، وكأن العيون مدينة أفلاطون. فلا جماعات الضغط موجودة ولا شيوخه وأعيانه قادرين عن الحديث من منطلق الآلية القبلية، كل ما هنالك خطوط حمراء ودرب تحت الحزام وتشريد وصحافة تقول اللهم آمين. هناك من الصحفيين من تحول إلى ناشط سياسي، هذه عينة من القضايا التي تحز في نفسنا ونتأسف لكون العديد من المنابر الصحفية الإسبانية لم تساعدنا لأن نستقبلها بالأحضان. المغرب طلب يعني فترة معينة من سنة 2009 إلى تقريبا إلى سنة 2010 يطالب الصحافة الإسبانية بأن تتخلى عن مجيئها إلى العيون وتغطية ما يجري من أحداث سواء ما تعلق بمخيم ديميزك أو ما سبقهم من الاعتقالات. وقالها وزير المغربي على أنه يجب أن لا تكون الصحافة الدولية لا تكون صحافة حقوقية. هو اللي يدور يتمشي في المخطط اللي متبارك معه، اللي هو مخطط إبادة ديال إبادة بدون ما يؤد عنده أي شاهد على ذا اللي عد. ده هو السبب اللي ما هو بغي يدخلوا الصحافة، ده هو السبب اللي ما هو بغي أن الجمعيات والمنظمات الدولية يدخلوا، لأن هذا الشيء واضح وباين لكل واحد. هذا اللي نعيشه احنا يوميا واضح وباين لكل واحد. احنا نلتقاو مع ذا اللي بطنا، نلتقاو معاه في الشارع، ما كان اللي يخطر من ذا اللي نعيشه يوميا أن نلتقاو مع ذا اللي اقتص بأمنا أو قتل أمنا أو قتل أختنا أو قتل بونا. نلتقاو معاه في الشارع، نلتقاو معاه ويدفل عليك ويقول لك أنا هو اللي اغتصبت أمك، أنا هو اللي قتلت أبوك. تصور أنت أنك تلتقى مع هذا الشخص اللي ده هو يقول لك ذا الكلام، يعني شنو وردك أنت؟ هذا تعيشه أنت يوميا، نعيشه إحنا كاملين يوميا.
جابهم هادو القتالة والمجرمين وخلهم على الله 20 غرام على كتافه بسبب أنه قط كتب صحراوي. عندما اشتعلت ثورة 2005 كان المغرب قد دخل مباشرة في آثون صراع مع الإعلام الغربي الذي رأى في العيون ثورة منسية. وعائلات بأكملها تعاني من اختطاف خلفات أكباتها. أية تنمية هم اعتقلون سياسيون بالسجون المغربية؟ أية تنمية؟ هذه والمرأة الصحراوية تشتغل في الأعمال الشاقة. ما كان لثورة منسية أن تبعث من جديد لولا أنها كانت تحتاج إلى عزيمة قوية تحققت مع من اختار لها العالم اسم غاندي الصحراء. بفعل قوة شخصية هذه المرأة استطاع معها ملف حقوق الإنسان بالصحراء الغربية أن يطرح بقوة على الطاولة الدولية. أمينة حيدار أذهلت العالم كله بصلابة الموقف كما أدهشت الصحراويين ذاتهم، فأعادت للجماهير الحماسة الكافية لإعادة سكة النضال إلى مسارها التاريخي. الطريق إلى مطار العيون كان شاهدا على أعظم مسرحية يشهدها الواقع الفعلي في المناطق المحتلة. هنا علمت أمينة العالم كيف يكون العشق للوطن والقضية، فأحدثت أبرز زلزال مفاهيمي لنظام الرباط. عدت بالأمس على الساعة 2:05 بتوقيت غرينتش إلى مطار مدينة العيون المحتلة من الصحراء الغربية، وعند وصولي تم اعتقالي مباشرة، واحتجت السلطات المغربية على وضع الصحراء الغربية قائلة على أنها ليس هناك أي صحراء غربية ولا تعترف بهذا هذه التسمية. Activista saharaui a media tarde empezó a sentir fuertes dolores abdominales y acabó vomitando en varias ocasiones. Ella misma pidió asistencia sanitaria. Desde medianoche se encuentra ingresada en la UCI. Los médicos. حطت من التحيدار بالنسبة لي كشخص أو فرد من الشعب الصحراوي كانت محطة فخر واعتزال لأنها كانت محطة نضالية. أبانت فيها المرأة الصحراوية عن جدارتها أولا وعن عزيمة الشعب الصحراوي على أنه قادر دحر وإفشال كل المؤامرات والمخططات الاستعمارية سواء كانت من النظام المغربي ولا غير النظام المغربي. معروف نظرية التقييم لها ولو أنه ملخص غير أنا بعد نقول على المحطة هامة ونقول على أنهم اللي ركعت قرارات أكبر هرم في الدنيا. هي معركة متمايزة ولها قدر كبير من الخصوصية على اعتبار أننا في مجتمع مرجعيته معروفة ومحافظة ومكانة المرأة لا زالت تسيجها مجموعة من القنون، ومع ذلك استطاعت هذه المرأة المختطفة والسجينة ترأي سابقة على أنها ترتقي بالفعل إلى هذا المستوى الذي شكل نقطة ضوء وفعل استثنائي يعني أسس حقيقة لمرحلة جديدة فاصلة، وأكثر من ذلك على أنه أثر في المسار العام للفعل الوطني بالداخل. مطلع شهر ديسمبر 2009 يكثف المغرب هجماته على أمينة حيدار، فتصف ماروك إبدو المقربة من النظام مقالا
تصف فيه أمينة التوب الانفصالية وبأنها أداة يراد من ورائها الزج بالمغرب في آثون حقوق الإنسان. جلالة الملك لا يقبل لا يقبل المس بمغربية الصحراء وببعض التصرفات من هذا النوع. هذا الموقف اللي هو يعتبر خيانة. لم يكن أمام الرباط في ظرف صارت قيمة المغرب فيه أشبه بالحضيض، إلا أن يسفه أمينة حيدر في محاولة لتوجيه الرأي العام من قضية نظام إلى قضية شعب. وبالرغم من أن هذا السيناريو لا يجوز في مثل هذه النوازل ذات الطبيعة الدولية، فإن ذلك عكس في واقع الحال أزمة إنتاج مفاهيمي لدى النظام بالرباط. توجه كعادته إلى من يدفع عنه ولو قليلا من شراسة أمينته وقوة موقفها وشرعيته، فكانت قناة العربية ممثلة في شخص هذا الصحفي المغربي عادل المسعودي الذي طار على وجه العجل إلى العيون المحتلة ليلتقي ببعض من أجهزة الاستخبارات، يتلقى حينها تعليمات ترسم له التوجه العام لما يراد له أن يسمى بقصة خبرية وهي في واقع الأمر غير ذلك. نترك نحن للمشاهدين الحكم على هذه الخديعة. يرى من الوجوه الحقوقية التي يعرفها سكان مدينة العيون أن ينعت بالقضية ما قامت به أمينة حيدر. الناشط الحقوقي الصحراوي يشدد على أن الموضوع بعيد عن حقوق الإنسان، متسائلا عن دوافع أمينة حيدر الحقيقية. هذه السيدة لا تشتغل في مجال حقوق الإنسان منذ مدة، هذه تشتغل بتوجيهات خارجية وخدمة أجندة لا علاقة لها بحقوق الإنسان. أرى أن كل التحركات الحالية التي تمتطي حقوق الإنسان وتمتطي كثير من الشعارات هي بعيدة عن الواقع. سلمنتو احنا في المثال لا أهمية لنا فيها ولا كان يسولوا عنها، يعني الإعلان أعطاها أكثر من القيمة ديالها. إذا كان الصحفي المغربي قد فرج كربة النظام في الرباط في محاولة لخلط الأوراق الحقوقي منها بالقبلي، إلا أن ذلك كشف بالملموس سقوط مفهوم الشرعية الإثنية في الماء العكر. أنا عندي الشرعية وانت الشرعية ما هي عندك، والمجموعة اللي انت معها الشرعية ما هي عندها، يمكن أعطاكم علم شرعية ما هي الشرعية. الشرعية عندنا احنا. هذا الخبث والخزو والخدع اللي متبارك معاه هذا الوقت اللي ذا هو باش يشتت الصحراويين ولا 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 يخليهم يوحدوا كلمتهم، معدلها من أجل باش يقضي علاش نقالوا العرق الصحراوي. احنا وريك عاد قضيتنا عندنا داخلين حرب مع المغرب بطريقة يعني يقولون سيلينف يقولون نصارى طوطان. الطريق إلى الخروج من المأزق لم يكن سهلا على كل حال، مثلما سعى النظام في الرباط خفية على أن يشتت وحدة الصحراويين ويزرع الفتنة بين مختلف تنظيمات البشرية، علّه يشوش على مفهوم التحرر المبني على الوحدة الوطنية، ومن ثم عزل النشطاء الحقوقيين عن محيطهم الاجتماعي للاستفراد بهم لقمة سائغة. البعض أصبح يتحدث الآن عن بوليساريو الداخل ولكن بواحد اهتمام خاص. بدينا كنشوفوا سيدتي الوزيرة صحيفة كتوضع المسيرة الخضراء بين مزدوجتين، صحف أو صحيفة باش من 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 ما نكونش كنتجنى، سمات الصحراء المغربية بالصحراء الغربية. المدعوة أمينة حيدر صرحت بأنها لن تدلي بأي تصريح لأي جريدة مغربية، فإذا بجريدة أخرى كتخرج بحوار مع المدعوة أمينة حيدر تناولت فيه مصطلحات ديال القذف تسيء الوحدة الترابية. ارتباطا بالكلام ديال الأستاذ سعيد، ماذا يقع سيد الوزير؟ أنا كنستحضر الجو اللي كان ديال يعني التعبئة من أجل المسيرة الخضراء،
بكون انني كان عندي الشرف انني ساهمت في هذه المسيره الخضراء، وعرفت مدى كان الحماس اللي عبروا عليه المغاربه والمغربيات من اجل المشاركه في هذه المسيره واستكمال الوحده الترابيه. والان كنظن بانه المغاربه، هناك 90 مليون ديال المغاربه متشبثين بالوحده الترابيه، هناك الارواح ديال الشهداء اللي مشاو في يعني في سبيل القضيه الوطنيه. إذا كانت وزيرة النظام المغربي هاته قد اعترفت في سهو عن حقيقة مثبتة في التاريخ كون الجنود المغاربة ضحايا وليسوا شهداء، فإن ذلك يفيد بأن النظام ارتعدت فرائسه ولا شك في ذلك. هذا الرجل الذي وصفه رجال الدولة المغربية بوجع الرأس كان قد أفشل لهم صحبة زملائه النشطاء كحمد الناصري وديحان، كانوا قد أفشلوا للمغرب كثيرا من المخططات. ماروك إبدو، مجلة النظام، تصف التامك بأنه عدو الشعب الأول، في حين أن العداء بين التامك والنظام المغربي. هذا المقال على ظهر هذه المجلة يشير إلى قوة الصمود الحقوقي، كما تعترف المجلة ذاتها بالدور الكبير للتامك ومن معه في تعريف المجتمع المدني الغربي بحقيقة ما يجري في الإقليم المحتل. ونحن نرحب بالصحافة الإسبانية، لنا شرط واحد لا ثانية له، أن يتم التعامل مع القضايا المغربية انطلاقا من أنكم صحفيين ولستم ناشطين سياسيين تأتون بأجندة لتصدي للمصالح الحيوية للمملكة المغربية. لا أحد يستطيع على كل حال أن يحدد طبيعة مصالح النظام في الصحراء. إذا كان الأمر يتعلق بحي معطلة على سبيل المثال، فإنه يشهد تنكيلا متواصلا بسكانه. وإذا كنا نتحدث عن شارع بكرع أو شارع المستوطنين فإنه في تنام متواصل، أما ما بقي من اليوم فهو لهتك أعراض الصحراويين. كتبت جريدة الموندو الإسبانية ما تعرضت له زوجة علي سالم التامك، خمسة من الاستخبارات جعلوها فريسة. تأتي بعدها ماروك إبدو لتصف التامك بالانفصالي وهم الذين سجنوه وفعلوا الفاحشة بأهله. لكن الرجل لم ينكسر، لقد ظل صامدا كالجلمود عنيدا على من صفدوه بالأغلال. دخل هذا الشاب في إضراب مفتوح عن الطعام صحبة رفاقه 28 في سابقة نضالية أربكت السجان وجعلت المسألة قضية رأي عام دولي، ولم يعد السجن بعدها مكان خارج الجغرافيا. بهذه الخطوة ذات الخصوصية الصحراوية الفلسطينية أصبح السجين السياسي رقما صعبا. لقد كان التامك متيقنا بأنه يحضن ابنته ثورة بيد ويحضن الوطن باليد الأخرى. من كان سباقا لهذا الشكل هي مجموعة 26 في 1977، والتي خاضت إضراب وصل إلى 47 يوم، وبعد ذلك بدأت الإضرابات تتوالى منذ 2002 توالت الإضرابات بحيث وصلت إلى 60 يوم و56 يوم، وبالفعل على أنه تم تأسيس لثقافة الاعتقال السياسي لعدد من السجون، ولكن بخصوصية صحراوية صرفة، وهذا هو الأساس. و أصبح السجين السياسي رقم حاضر ووازن في معادلة الاعتقال السياسي، ليس فقط في المغرب وفي الصحراء الغربية، ولكن
في شمال إفريقيا. كانت العيون قبل 15 عاما قد دخلت مرحلة من الاحتقان والإحساس بالمرارة والظلم لا يساويه إحساس على الإطلاق. عندما أيقن الصحراويون أن مدينتهم تسلب منهم وتشردت النسوة والرجال غرباء وفقر يحيط بهم من كل جانب ووطنهم من أثرى بلاد العرب، عندما تحولت مدينتهم إلى شبح مخيف بكل ما هو مذل، تأكدوا أنه لا أمل إلا بالاستقلال. الله يلقينا بالمؤمنين انطلبوا، الله يلقينا معلي يرشد بينا. اسم القادة 99، انزلاقات في الأمن، انزلاقات في القضاء، انزلاقات في كل شيء، ولكن الجيش ديما كنعتبروه بأنه هو الحامي ديالكم، وهذا الشيء لاحظناه، ومن 99 ما كانت الثقة ديالكم في حتى حد. اعتراف كهذا بدلالته القانونية يعيدنا إلى المربع الصفر. ماذا استفاد الصحراويون من ثروات وطنهم؟ ماذا استفاد شعب لا يتعدى المليون من ثروة تعادل 30 بليون دولار تنهب من بطن الصحراء كل عام؟ في هلي من عهد الاستعمار كان في البراريك كبرت مطار طيائر شين، قال البراريك الذنباء، واختارنا هنا تيا عندي انا لها 11 سنه واحنا ساكنين هنا في البراري. قلت السكنه اللي انت واضعه في العجاج والله في السحاب والله ذاك والله لا تقدر علينا، وشي لا ينعدل الكروبي والله لا ينعدل به شي نسكنوا به، والله ما هو عندنا مال ما نعدوا من ذاك التاريخ واحنا ساكنين دي السكنه كذاك سمعتوا. والناس اللي اقول عنها حاله واحده اللي نقدر نقول لك عنها حاله واحده بحاله مخصوصه، الناس مساكين اولادي اربعه ما مخدمين في شيء ولا يعملوا في شيء، اسمع ولا يعملوا في شيء، أولادي أربعة الحمد لله يمرقوا رجال يمرقوا يدخلوا، ما عندهم خدمة ما عندهم ردمة، وقابلتهم قاعدة في شكايمهم. اليوم أنا ماني خدامة ولا عندي، ما هو رحمة الجليل جميل ومناتي الحمد لله يا ثلاثة رأى مسائل كنتوا كتطلبوها أنا ده شوية النقل شوية ديال كذا شوية ديال والخدمة والحال كامل حال عارفته شايفينه الناس كاملة شايفته. يعني الشعب الصحراوي كامل هون المغرب يعني مقصي من كل شيء، مقصي من العمل، مقسم الجميع اللي يستحقوا الصحراوي فرضهم. الصحراويين من 75 هم يعيشوا في المعاناة والويلات والفقر والجوع والتهميش والإقصاء الممنهج ضدهم والمقصود. قلت أربع عليات هاي المرة كانت تتكلم معاك ضريك أمه البرك وحالتها معروفة يا بي والحالة عالم بها لله بعائلته الصح حق الكبيرة اللي ما عندها اللي هي صابرة وصفرة إلا قامت تبكي مسكينة وقامت مش ماشي. سمعت بوهم طايح حوناتي في 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 لا 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 سميتوا هذا حاسي حاسي ومش مش ضاحية. أشنو كانت السياسة الجديدة اللي ديال الصحراء وديال تدبير الشغل ديال الناس اللي عايشين في الصحراء؟ هو أنه الناس ديال الصحراء مغاربة 100%. عايشة شلي عشت النبغوت وعشة عشت راه هذه حالتنا حالنا بري عنسي والله. وكي خصهم باش يكونوا مغربين في الدنيا يكون عندهم نفس الحقوق، ما يضروا ما يتحقروا. أنا دفعنا للرباط دفعنا لا ما خلينا ما دفعنا ما إله جاوبنا الله تبارك وتعالى ما كان اللي يعطينا العالم بينا إلا مولانا. شوف شنو نقول لك، لا إله إلا الله محمد رسول، لا إله إلا الله محمد رسول. كانت حكمة والدي تقول: قد تختلف وجوهنا من شخص إلى آخر في اللون والحجم والعيون، لكننا وجه واحد في عيون ابن صهيون. ميدان يعني أنت أحد الشباب الذين يعني ضحوا بطفولتي، دخلت السجن مقابل أنك كنت أحد الذين فجروا الحزام الناقل للفصلات الذي هو سبب كما يقال سبب خراب مرضى، يعني الحزام الذي ينهب ثروات الصحراء الغربية، أنت فكرت في إيقاف هذا الحبل الذي يستنزف خير الصحراء الغربية ويساهم في تفقير هذا الشعب، من أين أتت الفكرة ثم لماذا فكرت
بهذه الفكرة دون سوى. بغض النظر إن كنت أنا أو رفاقي الذين تم اعتقالهم معي على خلفية هذه التهمة متورطين فعلا في هذا الملف أم لا، إلا أن القضية في حد ذاتها يعني قضية استهداف الفصفات، حتى وإن كانت يعني العملية هي تلبى الطابعة راديكالي عنيف إلى حد ما، إلا أن يعني كل من يندد بهذا العمل كيف ما كانت الطريقة، سواء كان بيان سواء كان عمل أو أي شيء، إلا أن العمل في حد ذاته يلبى الطابع شرعي حكم أن يعني استنزاف هذه الثروة بكل المواثيق بكل القوانين بكل الأعراف هي منبوذة ومرفوضة. وبالتالي نحن الآن في زمننا هذا نشوف كيف اللي يشوف الجميع كيف مجموعة أحمد الدية يندوا بسرقة الثروات، كيف اللي نشهد الآن اعتصام النقابي مولود ميدان احتجاجا على الكثير من الاختلاسات والقضايا التي فجرت هذا الغموض الذي ظل لسنوات طويلة يلف الثروة الفوسفاتية الصحراوية. على جغرافيا وطن يستيقظ على حرب بلا رصاص، صار ولا بد لأحد أن يأخذ المشعل، كان لا بد للشمس أن تغيب لتبعث الحرية في خطوة هي الأولى من نوعها في العالم العربي. قرر الصحراويون أن ينزحوا خارج مدينة العيون ب12 كيلومترا، تاركين المدينة للاحتلال ومستوطنيه. كانت تلك بداية إعلان استقلال وبحث عن الحرية والكرامة على غرار مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف. أقسم بالله العظيم وبكتابه الكريم أن أبقى وفيا للعهد الذي قطعناه، نحن الصحراويين تحقيقا لأهدافنا أو نفنا عن آخرنا، والله على ما أقول شهيد. شنو اللي خلى الصحراويين يمشوا القديم يزيد؟ خلى هذا القمع الشديد خلاه يمشي، شوف ديمسك خلاه اللي خلى الصحراويين يمرقوا عن ديار اقتيل مات وابتيل ابوات وغمع السلطات وهديم ديار واغتصاب بناتهم واغتصاب اولادهم، ياك سمع، ومنع من خيراتهم اللي يجوا من اخري يبقوا يجوا من كل ما هي دوله ويجوا من الجانب ويخدموا في خيراتهم ويخلوا أولاد الصحراء الغربية يطايحوا. هذا هو السبب حق بعد مرضوا أخوالهم ومشاوا مرضوا. مسينا قريب مجيك مسينا بين عايشين عيشة الفقر في فرضنا، مسينا نطالبوا بالحرية ونطالبوا بشيل مشينا قبضوا من خيراتنا. مسينا فعلا قريب مجيك كان يعني ياسر من الشعب الصحراء الحمتي جاهد مقاتل. شو خلاكم تمرقوا من هاي الدشرة يعني؟ أنا نمرقوا من هاي بينا قلت شي خدمة ما نخدامي ديار ما هم معطيين البنانات ما هم معطينا يعطاوا لا ذوك اللي قاع ما هم محتاجين، ذوك اللي محتاجين قاع ما هم شايفينهم ولا هم جابرين ولا معايين ياك سمع، وتركتنا ضايعين ذا اللي جاب باغين تركتنا ما هم جابرين حريتهم ما هم جابرين. يا من تسألني عن قطرة ماء اتركني أبحث في جفاف الأنهار حقيقة وضفاف الأنهار حريقة وأمطار الصيف لا تأتي شتاء. يا من تسألني فبلادي لا تمطر 37 عاما إلا دماء وأشلاء. الحرية في وطن الدعاء
ورؤوس الأحرار تتناثر في كل الأنحاء. بعيدا عن العيون المحتلة، كان قد ولد لأبوين صحراويين مما سمي حينها سعيد دنبر، هذا الذي ترعرع هناك ودرس بين الشعب المغربي بفاس، كيانه ينشأ على عشق الصحراء، ذلك الوطن الذي غمر روحه وملأ جنبات أضلاعه 25 عاما كاملا. هذه الصور التي تبث لأول مرة على قناة تلفزيونية تحيل على سعيد دنبر الطفل. كان على أعلى خلق وأفضل مقدرة وتفوق دراسي، ولأن لسعيد أحلام كثيرة عريضة يتقدمها الإحساس بالغبن والرغبة في التحرر، سعى إلى الجد والكد ليكون في مستوى ما يتطلبه بناء مؤسسات الدولة الصحراوية. سعيد حمل متاعه وترك شواهده وملابسه، تركها وتوجه إلى ما هو أهم من متاع الدنيا، هدف البحث عن الاستقلال كان هاجسا طالما ساوره في ظل ما يشهده سعيد الشاب من تنكيل يومي بالصحراويين نساء وشيبا وأطفالا. قناعة من هذا النوع دفعت بسعيد دنبر صحبة الآلاف من الشباب إلى النزوح الجماعي لمخيم قديميزيك. ورغم أن سعيد كان موظفا ببلدية العيون المحتلة، إلا أن إدراكه لطبيعة وقوة المطلب الجماهيري فوق المصالح الذاتية بما ينسف الحيلة المغربية المتمثلة في حكمه الذاتي. عندما تأكد نظام الرباط بأن الصحراويين أصبحوا خارج السيطرة والضبط، بادر إلى إغلاق المنطقة بالكامل بأزيد من 40,000 جندي استقدمتهم الرباط على وجه العجل من منطقتي توكات وحوزة باتجاه العيون لمحاصرة مخيم قديميزي. حركة احتجاجية للحصول على منافع اجتماعية، حيث سلكت السلطات مع الساكنة مسلك الحوار والانفتاح الإيجابي، حوار تم في شكل جلسات يومية كثيرة ترأس السيد وزير الداخلية نفسه العديد منها، وتشكلت لجنة ثلاثية تضم السلطات المحلية والشيوخ وممثلي الساكنة لمعالجة المطالب. الدولة المغربية تمت قالت عنها تتفاوض مع مع معهم على الحلول، وفي الوقت اللي هي كانت دارسة ومخمة ولا مبرمجة على انها كانت ذاك كامل تضرب على الحائط، على انها ناوية تنسف قديم يزيد كامل، والله عنها قاعد حد العبادة للشعب اللي هو يطالب الشعب مسالم ويطالب بحقوقه اللي هي حقوق شرعية تكفلها جميع القوانين والمواثيق الدولية. لا يعد قديم يزيد هو نقلة أو نتيجة تراكم أسستم له سنوات بشكل فردي. كل ما يعبر عنه حاليا من أشكال نضالية على اختلافها تدخل ضمن التجربة الوطنية بشكل عام، ولا يمكن النظر لأي شكل نضالي أو محط نضالية على أنها بمعزل عن هذا السياق وهذه الصورة. وطبيعي جدا على أن مخيم قديميزيك كمرحلة ومحطة متطورة ومتقدمة هي امتداد موضوعي وطبيعي لمسار ووجود تراكم الذي أفضى إلى هذا الشكل من الاحتجاج وارتقاء إلى هذه الهبة الجماهيرية بهذه الخصوصية، لأنها أصبحت ماركة محلية التي تناقلتها مجموعة من الحركات الاحتجاجية في باقي دول العالم العربي.
حجم احتساس زين، يعني حاصل الحرية، يعني الناس مجموعة كاملة مسايلة زينة، يعني تقول عاد الناس شامي ريحة الاستقلال، إن بعت بيقى عندك عندك دشرة وعاد عايشة، يعني الناس كانوا مجموعين حاسم الحرية، حاسم شيء شيء من الشيء نحن، لأن احنا مني مرقنا عندك دشرة مرقنا عندنا صافي عندنا الحيرة ما تنعرف نقول شنو هو. يعني أول مرة تبني خيمتك شنو الإحساس اللي كان عندك؟ والله لا شي نقول لك، خيامنا زين مقروحي، اختلنا قاع ذاك القروح مش في قاس مو لك. اسمع شنو اللي خلاك انت تمشي المخيم دي مزيك؟ شنو البواعث والدوافع؟ دوافع عن الناس كاملة مشات في المسيئة، قلنا احنا عنا نمشو كيف الناس كاملة، فما قاعد لا زيان عندنا قاتم ولا قاعد يفيده، ما خسرنا التشرة مثلنا مرينا خلينا لهم أو تشوف على خليت لهم الدشرة يعني هذه ما عارف عنا عايشين فما بحرية، ما موقف عيش العايشين هم سياق عايشين فما بحرية، عايشين لا صحراويين مثلنا قاعد نشوفوا دارجة مثل سكينة فما وياسر المسائل عايشين فما من عايشين هم في الدشرة عنا كيف الآدنا دولة وحدنا. ما كان يدعي في المغرب قبل ما حطت قديم مزيك من أي شيء سياسيا اقتصاديا اجتماعيا ثقافيا إلى غير ذلك تم إسقاطه في محطة كذي مزيك، يعني إسقاطه بمعنى على الكشف الحقيقة، بمعنى أن إماطة اللسان عن أي شيء كان يدعي في المغرب. الثانية على أنها أول ظاهرة في النزوح الجماعي اللي تميز بها الشعب الصحراوي عن غيره من الشعوب. في ليلة ظلمة كهاته من 8 نوفمبر 2010 اعتبرت العيون وضواحيها منطقة حرب. عناوين الصحافة الإسبانية، هؤلاء الذين يلحون على الذهاب إلى العيون، الشعب الصحراوي في مواجهة المستعمر المغربي، عنوان. أعتبر هذا الكلام سبا وإهانة في الشعب المغربي. هذو الناس كانوا محاصرين هاي سلطة مغربية وسط الاحتلال، كانوا محاصرين في ديميزيك، لا من درك الملكي ولا من مخزن ولا من قوات مساعدة، كانوا محاصرين مستشدين بالدبابات بالطيارات، هذا راه يوميا نين عبد بكري نسمو الطيارات يلموا اللي عقب مطرح الشمس ملك ذلك نشوف الطيارات ونشوفوا يعني مخازنين، هذا يوميا قوات مسلحة المغربية حاصر المخيم وعدلت حزام رملي على المخيم وطوقت جميع اتجاهات مطوق عسكرية. إلا أن تدخل أشخاص يخدمون أجندة سياسية معينة من خلال تجنيد مجموعة من المجرمين وأصحاب السوابق الذين أدخلوا الأسلحة البيضاء والعبوات الحارقة، فيما استحوذت ميليشيات على المخيم واحتجزت المقيمين به مانعة إياهم من مغادرته. معنى ذلك أننا كنا قد خرجنا من نطاق المطالب الاجتماعية التي كانت الوزارة قد شرعت في معالجتها، ودخلنا شيئا آخر، حيث صار حين ذاك التدخل السلمي أمرا لا مفر منه قصد إطلاق سراح المواطنين المحتجزين. الرابعة فجرا يبدأ الجيش المغربي هجومه على 20,000 صحراوي. بالطيارات بالجدارمية اللي عندهم السيوف وعندهم السلاح هذا كامل وعندهم ملي شيء الشيء اللي ما يقدر يوصف، لأن احنا شعب قليل شعب قليل، وجاتني الدولة بدباباتها بطياراتها يعني ما خارج ما جابته. جات الدولة المغربية هادة علينا، دخلوا علينا في
الخامسة الفجر شي حربوا لي الخيام شي قداوا لي البوطات قانون ينفي ويحرم على أن يتم هجوم على أي كان دون إنذار، هذه أولا. ثانيا لا يمكن الهجوم على مخيم من هذا النوع فيه العجزة والأبرياء والأطفال والمعاقين وغيرهم في غسق الليل في آخر الليل، لا يمكن الصور موجودة في الانترنت. إلى ذاك الغاز اللي مسير دم جابته، تشوف تلك الصغار يبكوا وتشوف الكهالات يبكوا وتشوف صغارات يبكوا، الدخل هنا ما خلوا شيء ما عدلوه، كرفصونا كرفصوا عليها الكبارات، وأنا نتكلم بالناس راهم كرفصونا. سيدنا مع الإبو سيدنا مع مخزني سيدنا موراهم. أزعت تشبتكم بالوحدة الوطنية بخلق أحداث اللي مادام شاي وما كانت معتصل الأكلة ديالها، حيت هاد البلاد وملوك هاد البلاد معاهم قوة إلهية كما كانت نية البشر، لا كتصدح. دراري شارجو لي صار. إذا كان مستشار الملك لا يزال يرى في شرعية الاستبداد مبررات الأساطير، فإن ما يرويه هذا المشهد يكشف الحقيقة. في وجه من ترفع سلاحا؟ هل نسينا أن دم المسلم على المسلم حرام؟ هل نسينا أن المسلم عند المسلم لا يطان؟ أهذه وصية الرسول محمد؟ قتل الصديق وذبح الحمام والله حرام. أفيقوا استيقظوا قوموا يا نيام. عندما استفاق النيام 20,000 وجدوا أنفسهم بين النار والجندي وسلاح الطيران. عندما استفاق الشعب الأعزل كان المخيم كتلة من لهب وساحة حرب معلنة من جانب واحد. قامت صباح اليوم قوات الأمن بتفكيك ما تبقى من مخيم أقديم الزيك، حيث كانت ترابط مجموعات صغيرة وعنيفة تقوم بأعمال شغب خلال الأيام الأخيرة بين مختلف المتواجدين بالمخيم. المخيم الذي غادر أغلب من كانوا به مساء أمس بعدما تمت تلبية أغلب مطالبهم الاجتماعية في إطار الحوار الذي تباشره السلطات العمومية. صبيحة 8 نوفمبر المغرب يمد يدا للتفاوض ويمد أخرى قتلا لشعب البوليساريو بالعيون المحتلة. لم تكن للمغرب وفق ما جرى نية للتفاوض من منطلق المستجد الجديد. بهاته البشاعة أجل بهاته الشراسة والحقارة حول العسكر المغربي العيون إلى مدينة أشباح فيما يسرد للعالم رواية لا تنطلي على أحد. على من ترفعون السلاح؟ على الصابرين؟ على الجائعين؟ على الصامدين المرابطين؟ أم على من شردنا وضيعنا منذ سنين؟ على من ترفعون السلاح؟ هاته الصورة التي سوقها الإعلام المغربي داعيا من ورائها إلى أنه فكك قديمي زيك سلميا، لكن في واقع الأمر الحقيقة لا تزال على لسان من عايشوها. أسرة رجل التعليم حفظ الله هذا لها حكاية أليمة مع العسكر المغربي. معنينا قوات مساعدة والعسكر والجيش وسميته وحرقنا خيامنا ودخلوا علينا بدرجة عيدة وقبضوا بويا وداروا له المينوط وبقوا بطوا وكسروا له كراعوا ياك بدوا نحن يتموا طرشونا وتموا ماشيين بينا في الكاميرا ودوا نطرحوا نحن المطفيانين نجينا حد وصاهد قالكم قولوا عاش الملك. قالنا قولوا عاش الملك وما بغينا نقوله. قوات الهمجية دخلت يعني تدخل همجي من وقت
يعني وقت متاخر من الليل دخلوا عليها القوات والجيش انواع قوات ما فيها مخازنيه الجيش جدرميه اللي جابوه راقد راهم طفقوه اللي جابوه واعي راهم كسروه وعوروه قتلوه. بالنسبه لي انا قبضوني كتفوني وقالوا عملني اولادي اثنين ومازالوا في صدمه اليومين هذا مراد على هذاك المعامله اللي عاملوني انا واللي عاملهم حتى هم عامل يعني انا وكتفت وجدوني بالحديد وبالعود وكسروا قاعي وشقوا وجهي من هون وكتفوني انواع العذاب الشديد من فم فطي على ذكير ما تقاوى علي اللي هو نهارين عند عني اللي هو معلق علي بلاد السبيطار. جريت عملية الأولى بعد 15 يوم عملية الثانية وإلى حد الساعة يعني ما زلت نعاني من الأمراض. إذا كانت هذه الوثائق الصادرة عن المؤسسة الطبية العسكرية المغربية تكشف حجم الانتهاك الذي تعرضت له أسرة حفظ الله، فإن ذلك يفيد بأن الصحراويين كانوا يومها في مواجهة نظام الأبرتايد الذي لا يزال عدد من الصحراويين مفقودين منذ يومها إلى الآن. فكيف إذن يطيب العيش تحت وصاية مغربية إلى حين تقرير المصير؟ والمثل يقول حاميها حرميها. قوات الأمن المتدخلة لم تكن لديها أسلحة نارية، بل لم تكن تتوفر إلا على وسائل الدفاع عن النفس، مما أدى إلى أن كل الضحايا ينتمون إلى رجال القوى العمومية. وقد تمخضت المواجهات التي مع تلك الميليشيات المسلحة عن جرح 70 عنصرا من عناصر الأمن واغتيال 10 منهم بكيفية وحشية، إذ نترحم عليهم كشهداء للدفاع عن الوطن. المغرب كذب. أنا هون حالة يعني حقيقة. أنا من الناس اللي تعرضوا بالضرب برصد الحي، والحالة هذه واضحة في يوم نعتي لكم برضا لأن يقولوا عن مكان رصد الحي هذا كذب. هذه بعض نجد فيها خبطة رعاها، هذه خبطة برصد الحي. غالبية الصحراويين تعرضوا من ضمن ما تعرضوا له هو القتل العمد، ولكن اعتبارا لعوامل موضوعية مجتمعة من ضمنها الترهيب والحصار الأمني والإعلامي على المنطقة، فضلا عن الالتفاف والطرق الملتوية التي يتبعها القضاء المغربي الغير المستقل، هي التي تحول دون المضي قدما في مطلب المشاءلة والحقيقة. إذا كان مطلب المساءلة حق للصحراويين في وجه من وجه الرصاص إلى صدورهم، فإنه بالمقابل للمغرب حق الدفاع عن نفسه أمام محكمة الجناية الدولية، لأن ما يجري تطهير عرقي ومقدمة لإبادة جماعية. فإذا كان سعيد دنبر اليوم قد دفن دون علم أهله ودون الكشف عن ملابسات جريمة الاغتيال تلك، كما هو حال الأحسن التامك وآلاف غيرهم، فإن الوضع ينذر بأهتون حرب معلنة في المقبل من الأيام. فيا صاحبي مذ
جئت أدفع مهر وطني، فما ارتفعت غير النجوم على أسلاك أسواري. أقول للمحكم الأصفاد حول يدي، هذه أساوير الأحرار، في حجم مجدكم نعل قيد يد، في طول عمركم المجدول بالعار. أقول للشعب للأحباب، نحن هنا أسرى في الموكب الساري، في اليوم أكبر عاما في هوى وطني، فعانقوني عناق الريح للنار. السلام عليكم.